تمام مظبوط. طيب هل حضرتك ايضا شايف ان البطوله في ارضنا والدعم الجماهيري اللعيبه بتبقى حاسه بان هي عندها مسؤوليه، فبالتالي اقامه البطوله على ارضنا ممكن يبقى سلاح ذو حدين، ممكن يبقى عامل ضغط على اللاعبين زي ما هو اكيد عامل ايجابي وفي مسانده، فده ممكن يبقى عامل ضغط شويه على اللاعبين ولا لا؟ ده على حسب البيئه المحيطه للفريق. لو انا كجهاز فني وكاداره وكمجلس اداره هضغط على اللعيبه واحملهم المسؤوليه، لا انا مفروض بفصل اللعيبه وبعدها اعداد جيد. في نفس الوقت اعدادك انت اعداد المدير الفني للفرقه، ان انا هاجي العب هدرس الفرق بتاعتي كويس وهذاكرها كويس هقدر ايه اشتغل عليها. لكن احنا لو حملنا اللعيبه اكتر من طاقتها اعتقد ان ده ممكن ياثر بالسلب عليهم. لكن انا شايف ان الجيل ده ما فيهوش الكلام ده، لان بطولة افريقيا اللي في تونس كان الضغط كبير جدا. يعني هو ضغط عصبي اكتر منه ضغط فني. انما بطولة العالم ضغط فني اكتر منه عصبي. فقدرنا ان احنا نجتازها. فانا يعني شايف ان الجهاز الفني بيقوم بشكل كويس مع وجود المدرب الاجنبي وجود حسين زكي وهاني الفخراني، دول لعيبه قدام مروا بالحاجات دي ولعبوا بطولات عالميه، فاكيد بنقلوا الخبرات دي مع وجود لعيبه خبره لعبت بطولات عالم كتيره زي الاحمر وهنداوي واسلام محمد ممدوح هاشم مساند لعيبه المحترفه. فعندنا خبرات وعندنا شباب عاملين انجازات كبيره. فما عندكش اللي هم بيقولوا ما عندكش روح الهزيمه، يعني انت مش على طول مغلوب، مش طالع من الناشئين مغلوب ومن الشباب مغلوب والفريق الاول مغلوب، لا انت بقى دلوقتي عندك روح النصر. انجاز بيجيب انجاز. الجيل الذهبي اللي هي كانت ابتدت من سنه 90 لغايه 2001، فانت عندك الروح دي موجوده، بس طبعا الشكل مختلف في الشباب والناشئين عن الدرجه الاولى. طيب.